هذا فصل خاص بورا فينا هي إذن هاش رجل الكول اللي كيقولوا التهوية من الناس إذن ها هو الكتب هذي دونك كاين وها الشرط الثاني خارج باب المؤسسة إذن هذي قاعدة المعلمات كتشوفوا يعني الادوات ديال التلاميذ هي محطوطه يعني اللي غادي كيصحوهم هاد المعلمات وهادي يعني هنا كيبان بان راه بداو الموسم الدراسي قبل ما يتفاجئوا بهذا يعني هادي قاعده ديال المعلم هنا المسجد كاين الروض ديال وليد السوار كيما كيبان كان هو التهوية مهوي هو منو السما كاع كان هذا تا هو القسم يعني حجرة ديال الدرس تا هي فيها شرجم طالع ديرك الضوايا يعني مهوي إذن هنا ثاني حجرة ديال الدرس كي نشوفو إذن ها هي ديرك السقة السرجم هذه حجرة أخرى إذن هذا ديال التهوية أما النوافذ شوفوا المرافق الصحية اللي قالوا بأنها كانت في حالة يوترينا تكون عجيبة كيبان بأنها جديد هنا ايضا كاين مرحلة اخر الطبق العلوي هنا كاين شي تهويه اكثر من هادشي ما كنظنش هذا تبغي تبقى جالس فيه هذا التهويه هذا ثاني فصل اخر الفصل الآخر انعدام تهوية انعدام تهوية انعدام تهوية اللي بغاو ما عرفناش شنو هي واش بغاو تكون حجرة أخرى وكذا أصغر قسم هو هذا فيه جوج سراج
اذا ما فهمتش التهويل اللي بغاو واش بغاو اعصار بلاتي بلاتي بلاتي. اذا هنا دابا هذا هو المشكل، هو هذا الباش، هذا الباش اللي اصلا كانوا بغاو يحيدو، داروا في بلاصتو ديماتيت. نادو السلطة قالت لا ما خصوش يكون في ديماتيت، المهم راح يحيدو ديماتيت ونرجعوه.